نعم، صباح الخير وصباح الخير مشاهدينا مرة أخرى. بنصب عليكم من لواء دير علا، احنا موجودين معكم على الهواء مباشرة من مدرسة معدي الثانوية الشاملة للبنات، واللي احتفلت بيوم العالمي للغة العربية من خلال نشاط سنوي يحمل عنوان شراع اللغة العربية. يشمل هذا النشاط على العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة من معارض ومسرحيات وندوات ومحاضرات. من أهم هذه الفعاليات معرض النسيج اللي احنا موجودين فيه الآن، واللي بيحمل عنوان العزف على أوتار الصوف، وبضم هذا المعرض العديد من الحرف والصناعات اليدوية. لحتى نتعرف أكثر على هذا المعرض حكون معنا الست نسرين طعيمات. الله يصبحك بالخير، أنت مسؤولة ومشرفة هذا المعرض، حابين تعرفينا عليه أكثر وهو ضمن الفعاليات والأنشطة في اليوم العالمي للغة العربية. طبعا بداية بنرحب بكم بمدرستنا، مدرسة معدي الثانوية، وبنرحب بكم بمعرض العزف على أوتار الصوف. طبعا احنا اخترنا هذا اليوم اللي هو يوم العربية لعرض منتجاتنا، كونه احنا شغلنا بالخيوط يحاكي خيوط اللغة العربية، هذه اللغة التي يعني خيوطها ان شاء الله لم تنتهي ولن تنتهي. فاحنا حبينا انه يكون في بيننا وبين اللغة العربية خيوط، وهذه الخيوط ان شاء الله خيوط لم تنصل. طبعا احنا عندنا معروضات، هاي المعروضات هي من انتاجنا احنا هون بالمدرسة، معروضات تعلمناها بحصص النشاط الفني، علمنا البنات اشتغلوا على الصوف، بلشنا معاهم خطوة بخطوة وغرزة بغرزة، وحبينا انه نعرض هاي المنتجات بهذا اليوم، لانه يعني احنا عارفين الاهتمام الكبير بيوم شراع العربية، وان شاء الله الخيوط اللي بيننا وبين العربية ان شاء الله خيوط دائما مقامة. شكرا لك مس، شكرا لك. الله يعافيك. مشاهد راح يكون معنا بعض الطالبات، تفضلوا حتى نتعرف عليهم اكثر ويحكوا لنا عن مشاركتهم اليوم بالمعرض. صباح الخير، نتعرف عليكي. صباح النور، نور عادل. طيب تحكي لنا عن مشاركتك اليوم بالمعرض. اهلا وسهلا فيكم في مدرستنا. طبعا احنا اول اسبوع في حصص النشاط تعلمنا فكره عامه عن الصوف وشو انواع الصوف وشو انواع السنارير. في الاسابيع التاليه بلشنا كيف نعمل سلسلة لأي شيء ممكن نعمله بالصوف. بعد هيك عملنا جميع المنتجات حتى يظهر معرضنا بأجمل حلة مع أحلى معلمتنا. شكرا لك، صباح الخير، نتعرف عليكي. نور، اسمي رزان رائد. علمتنا المس نسرين بالنشاط الفني عن الصوف، علمتنا أول بأول، وهدفنا أن نستفيد منهم بالمستقبل. شكرا لك، صباحك سعيد. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشرة من الأغوار الوسطى، وبالتحديد تفضل عمر، طبعا معنا الكابتن عمر، حاب يصب عليكم وصب على المشاهدين. صباح الخير، نتعرف عليك. صباح النور، أنا عمر أبو زنيمة، بحب أصبح عليكم صباح الخير وصبع على جلالة الملك وعلى الوطن الجميل. نعم. أهلا وسهلا فيكم. نعم طبعا عمر من المشاركين في اليوم الاحتفالي للغة العربية اللي أقامته مدرسة معدي الثانوية الشاملة للبنات في منطقة لواء دير علا في الأغوار الوسطى. طبعا كنا معكم مشاهدين في تغطية كاملة لهذه الفعاليات اللي راح تستمر طيلة اليوم، راح يكون متعددة متنوعة. والآن راح أترككم مع بعض اللقطات الصباحية لمعرض النسيج واللي كان ضمن الفعاليات في يوم اللغة العربية، وصباحكم سعيد بإذن الله.